طيب خلينا ناخد وجهة نظر صحفية بخصوص المباريات الأخيرة بالنسبة للنادي الأهلي، أو المباراة الأخيرة تحديدا في دوري أبطال أفريقيا، وبخصوص كمان الجانب الأوروبي والعالمي، وبالتحديد كمان فيما يتعلق بنجومنا المحترفين في الخارج. فبالتالي معايا عبر زوم في هذه اللحظات الأستاذ أيمن جلبرت، والصديق العزيز والصحفي بموقع يلا كورة. يا أيمن مساء الخير. مساء النور عليك يا امير، ومساء النور على كل الناس في قناه النادي الاهلي. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. منورنا يا ايمن. ربنا خليني ابتدي معاك بالاهلي طبعا، وتقييمك ورايك في النادي الاهلي بالتحديد المباراه الاخيره. انا عارف المباراه الاخيره يعني في تعليق كتير جدا مننا كلنا بخصوص اداء النادي الاهلي، لكن الاهم دايما المطلوب خلال المرحله اللي جايه بالنسبه للنادي الاهلي من وجهه نظرك ايه، خصوصا ان انت مقبل على عدد وافر من المباريات في مختلف البطولات ومطالب انك تحقق نتائج ايجابيه. يمكن نادي الاهلي يعني الحمد لله حقق الهدف اللي هو مطلوب بالزبط. منه ان هو اتاهل لربع نهائي دوري الابطال. طبعا الافضل كان ان احنا تنافس دايما على المركز الاول، لان ده بيديك ادفانتج عموما يعني في فكره ان انت بتلعب مباراه الاياب على ملعبك، ولكن في الظروف الحاليه الموضوع ما بيفرقش كتير، ما فيش جماهير، فيعني الامر بنتكلم ان الموضوع واحد يعني. لكن دلوقتي في اهداف اخرى امام النادي الاهلي، طبعا مباراه سيمبا التنزاني المقبله نقدر نقول كان هي مباراه تحصيل حاصل، ما يعني نتيجتها مهما حصل فيها مش هتاثر على موقف المجموعه، وبالتالي الافضل طبعا للنادي الاهلي ان هو يتعامل بهدوء، يبقى فيه راحه لبعض اللاعبين اللي محتاجين ان هم فعلا يرتاحوا الفتره اللي جايه، خصوصا وتجهيز للاعبين الغايبين بقالهم فتره عشان خاطر لما يلعبوا مباراه النصر في الكاس الامور تبقى جيده بالنسبه لهم، وكمان استعدادا طبعا لبدايه بقى ضغط المباريات في الدوري من مباراه الزمالك اللي هتكون يوم 18. فيعني بنتمنى ان شاء الله ان الجهاز الفني للنادي الاهلي يعني يقدر يوصل للتوليفه الجيده اللي هي ان هو يريح اللعيبه الاساسيين، وكمان يقدر يستفيد من البدلاء والناس اللي غايبين بقى لهم فتره ان هو يجهزهم عشان الفتره اللي جايه اكيد هيبقى محتاج اكتر من لاعب جاهز في كل مركز. ده امر مؤكد. بالتالي عايز اخد رايك في المنافسه على بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم ده، وهل البطوله السنه دي اقوى ولا بطوله الموسم اللي فات اللي حققها النادي الاهلي من وجهه نظرك يعني؟ هو معلش الصوت السؤال انا سامعني كده؟ سامعني كده ايمن؟ اه كده افضل. تمام، انا بسالك على شكل المنافسه في بطوله دوري ابطال افريقيا الموسم ده، وهل في رايك شايف البطوله السنه دي اقوى ولا بطوله السنه اللي فاتت اللي حققها النادي الاهلي كانت اقوى من وجهه نظرك؟ يعني لا، المنافسه في السنين الاخيره خلينا نتفق ان يعني الموضوع مش صعب قوي في افريقيا، ما بقاش فيه الفرق المرعبه بشكل قوي زي مثلا في السنين بتاعه النادي الاهلي في 2005 كان فريق مرعب بالنسبه لافريقيا كلها، في فتره من الفترات كان الترجي، في فتره من الفترات كان مازيمبي. حاليا الامور كلها بترتبط بظروف كل فريق في يوم المباراه. يعني مستويات متقاربه. المستويات متقاربه، لكن النادي الاهلي بما يمتلكه حاليا من قائمه هو بالطبع يعني المرشح الابرز وان هو يحافظ على اللقب في دوري ابطال افريقيا. في طبعا ظهر نادي سان داونز في النسخه الحاليه مستواه جيد، نادي الوداد النسخه الحاليه من الواضح انه افضل من نسخه الموسم الماضي، ولكن في النهايه هي مرتبطه بحاله الفرق. فالنادي الاهلي لو في تركيز 100% في كل المباريات اللي هي بتاعه النوك اوت في الفتره اللي جايه، النادي الاهلي بكل ان شاء الله بكل سهوله يقدر ان هو يوصل للمباراه النهائيه باذن الله تعالى. رغم ان انا بختلف معاك شويه، شايف البطوله صعبه طالما في مستويات متقاربه ما بين الفرق كلها، فبالتالي هي البطوله اكيد صعبه، فلازم يعني نكون مهتمين بكيفيه تخطي. كل معاك ان هي مش بقولش ان هي سهله، لكن بالزبط. انا بقول ان هي المستويات فيها ان النادي الاهلي لو تعمل بالتركيز لو 100% وان شاء الله كل مباراه تبقى ظروفك فيها جيده وممتازه، مفيش قصور، مفيش اصابات، مفيش اي عوامل تربك حسابات الفريق، يقدر ان هو يتعامل مع الفرق دي، لان القايمه بتاعت النادي الاهلي قايمه قويه وفيها يعني عناصر مميزه تقدر ان هي تحافظ على اللقب وتتوج للمره العاشره. طيب خليني اتطرق معاك للجانب العالمي وتحديد الاوروبي ودوري ابطال اوروبا اللي خلاص يعني دور ربع النهائي هينطلق غدا، وفي اهم مباراه بالنسبه لنا كلها مباراه ليفربول وريال مدريد
في كمان مباريات اخرى يعني بشكل عام، مانشستر سيتي وبورسيا دورتموند، بايرن وباريس سان جيرمان وبورتو وتشيلسي. بتشوف ازاي فرص كل فريق في تخطي المرحله دي من بطوله دوري ابطال اوروبا؟ طبعا احنا المباراه الابرز اللي كلنا مستنيينها هي مباراه ليفربول وريال مدريد، عشان طبعا نجمنا محمد صلاح، طبعا الاجواء اللي دايما بتحيط بمباراه ريال مدريد وليفربول، وكمان الموسم الصعب لكلا الناديين، وكل نادي عايز يحافظ على يعني اماله في الموسم ان هو ياخد البطوله الاوروبيه ويعني يضيف بطوله لرصيده. من وجهه نظري الكفه ممكن تميل شويه لليفربول، ولكن زيدان في المباريات اللي زي دي يعني بيقدر يتعامل برضه بشكل جيد، وممكن ان هو يهيئ الفريق بشكل مناسب ان هو يلعب ويفوز ويتاهل ويقصي ليفربول. المباراه يعني الى حد ما متكافئه، لكن من وجهه نظري ليفربول كفته ارجح. طبعا مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند المباراه هتبقى برضه مثيره جدا، مانشستر سيتي عنده فرصه ان هو يكسب برضه يعني اغلب البطولات السنه دي وكل البطولات الموسم الحالي مع جوارديولا، وقربوا خلاص من البريمير ليج. طبعا جوارديولا عايز بقى يكسر الحته بتاعت الشامبيونز ليج دي من ساعه ما خرج من برشلونه. بروسيا دورتموند طبعا الناس كلها تبقى مركزه مع هالاند والارقام اللي بيعملها والاهداف اللي على طول بيسجلها في دوري الابطال والمفاوضات المختلفه مع الانديه المختلفه. طبعا مع ان مانشستر سيتي من الانديه طبعا جوارديولا قال انا مش هجيب لعيب ب 100 مليون، بس طبعا كلنا متعودين بنسمع دايما التصريح ده، بعد كده تلاقي النادي نفسه جاب لعيبه ب 100 مليون ده، فبرضه دي من المباريات اللي هتبقى مثيره. طبعا مباراه باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ النهائي بيتكرر، نهائي السنه اللي فاتت اللي بيتكرر بقى دلوقتي في الربع النهائي، مباراه متكافئه جدا وهتبقى برضه مثيره وجيده. تشيلسي طبعا في المباراه وبورتو مباراه الى حد ما برضه متقاربه، بورتو عايز يكمل المفاجات بتاعته ويوصل للسيمي فاينل، وتشيلسي عايز يعني مع توخيل يثبت ان لا الفريق قادر ان هو يفضل مكمل ويحجز مكانه في السيمي فاينل باذن الله تعالى. احنا اكيد نتمنى كل التوفيق لليفربول بصراحه عشان نجمنا المصري المتالق دايما محمد طبعًا صلاح. بالتالي عايز اخد رايك في محمد صلاح وتريزيجيه اللي تالق امبارح وكمان جاب هدفين وساهم في فوز استون فيلا في مباراه كانت مهمه قوي على فولام، فبتشوف ازاي مستوى اللاعبين سواء صلاح او تريزيجيه خلال المباريات الاخيره يعني تحديدا؟ طبعا محمد صلاح يعني رغم نتائج ليفربول شويه كانت تذبذبت في فتره في البريمير ليج، ولكن هو كان محمد صلاح نفسه يعني بيسجل اهداف، موجود في قائمه الافضل اهداف البريمير ليج متصدره حاليا طبعا هاريكين قدر يعديه بهدف، ولكن المنافسه مستمره. صلاح واحد من افضل اللاعبين طبعا على مستوى العالم، يعني وجوده دايما في الملعب مهم واداؤه ممتع، فطبعا يعني ما نقدرش نعلق كتير على مستوى صلاح لانه بيفرض نفسه دائما. فعلا. بالنسبه لتريزيجيه اكيد يعني فتره هو كان محتاج فعلا الهدفين دول وفي التوقيتات دي، وان هو لما ينزل بديل يغير شكل المباراه، لان طبعا في فتره طويله غابها بسبب الاصابه، بعد كده لما اصيب بكورونا والامور ما كانتش يعني ايه حظه سيء شويه. كان حظه سيء شويه في المباريات الاخيره. تريزيجيه لاعب مجتهد جدا جدا، لاعب مميز، بنتمنى له دايما ان هو تطور بشكل اكبر، ان هو يبقى يقدر بمستواه ان هو يبقى موجود ويحقق ارقام جيده في الدوري الانجليزي، ويمكن اعتقد فرص استون فيلا برضو في الجدول يعني ممكن في المباريات اللي جايه ان هو مركزه يرتفع، ووارد ان هو يقدر يحكي في مكان يعني في المنافسات الاوروبيه الموسم المقبل، ونشوف تريزيجيه في اليوروبا ليج، فده برضه هيبقى حاجه جيده جدا، ونتمنى له طبعا كل التوفيق. يعني يحافظ ازاي على المستوى ده؟ يعني ازاي تريزيجيه احنا بنشوفه دايما على فترات، يعني ساعات بيبقى متالق قوي، ساعات تلاقيه بعيد شويه، ممكن الاصابات ليها دور وكورونا وكلام من ده وظروف بيتعرض ليها، لكن ازاي تريزيجيه يحافظ على المستوى ده عشان يوصل لمستوى اعلى من كده كمان؟ يعني بالتاكيد الشغل الاضافي لو هو مثلا ممكن يعمل بعض التدريبات الاضافيه ليه، لو هو حاسس ان مثلا هو بدنيا شويه الفتره اللي فاتت بسبب الاصابات وكورونا والبعد شويه عن الملاعب تاثر، ممكن يشوف ازاي ان هو يطور الحته دي فيه. ولكن هو زي ما احنا قلنا زي ما انت قلت كده، هو في سوء حظ، يعني هو برده محتاج شويه حظ جيد كده معاه والدنيا تمشي مباراه مع مباراه، هتلاقي ان زي ما بنقول كده الهدف بيجيب هدف والمكسب بيجيب مكسب. فلا تريزيجيه يعني هو تفاصيل صغيره ممكن تفرق معاه وتنقله نقله افضل بكتير من اللي هو فيها، لان هو لعيب مجتهد ولعيب ملتزم
وهداف وسريع وعنده يعني عنده مهارات كتيرة، عنده مميزات كتير. ممكن يلعب في فرق يعني افضل ويحقق نتائج وارقام افضل طبعا. اكيد نتمنى له كل التوفيق. لعيب كبير جدا محمود حسن تريزيجيه. عايز اختم معاك بالجانب المحلي وبالتحديد من يلا كوره النهارده. في خبر وهو خاص بكواليس اختيار مدير فني للاتحاد المصري لكرة القدم، وان جوزيه مش من بين الخيارات دي. مانويل جوزيه طبعا المدير الفني السابق للنادي الاهلي. قول لنا كواليس اكتر في الجانب ده تحديدا يا ايمن. يمكن الاستاذ احمد مجاهد كان صرح قبل كده ان هم بيفكروا ان المدير الفني لاتحاد الكره الفتره اللي جايه بقى اجنبي، بعد طبعا توجيه شكر الكابتن محمود سعد. وكان قال ان ممكن يبقى الماني، فرنسي، برتغالي، يعني قال جنسيات عديده، لكن يعني وفقا للكواليس ان الاقرب هم بيفضلوا المدرسه الالمانيه. عايزين مدرب يكون يعني عنده خبرات عديده، يقدر ينقل الافكار اللي هي فيما يخص الاداره بتاعت الفنيه للاتحادات، وازاي يحط برامج لتطوير المنتخبات خصوصا الناشئين والشباب، ويحط لهم بروجرامز ويحط لهم حاجات تخص التدريب والتغذيه والحاجات دي عشان يبقى في استفاده اكتر. يمكن في اسم مانويل جوزيه يعني حد طرحه، ولكن اتقال ان يعني مستر مانويل جوزيه اوريدي حقق نجاحات كبيره هنا في مصر، وكمان هو بقى له فتره معتزل وبرده عامل السن شويه، فيعني الافضل ان هم يلجأوا لشخص جديد على الكره المصريه، يعني بتبقى اول تجربه ليه هنا في مصر، وكمان يعني عامل السن يبقى اصغر شويه بحيث الامور تبقى بالنسبه له افضل. فكان من هنا ان يعني لما تم طرح اسم جوزيه كان في يعني الكلام في السكه دي يعني، ولكن هو ما كانش في رفض مثلا او ما اطرحش على اصوات او حاجه زي كده، لا هو مجرد زي تقول كده مقترح يعني. مقترح لكن بس. الاقرب لحد دلوقتي ان المدير الفني لاتحاد الكره القادم هيكون جنسيته المانيه، لكن لسه ما تمش حتم الامور يعني. يا ايمن انا بشكرك شكرا جزيلا. الاستاذ ايمن جربيرتو الصحفي موقع يلا كوره والصديق العزيز كان معانا عبر زوم، واتكلمنا معاه في عدد كبير جدا من الملفات، سواء فيما يتعلق بالنادي الاهلي، فيما يتعلق بالكره الاوروبيه، وكمان بخصوص المدير الفني للاتحاد المصري لكره القدم اللي من المفترض الاعلان عنه قريبا. كلها ملفات كانت مهمه تطرقنا ليها مع ايمن. دي كمان كانت فقره مهمه، لكن لسه عندنا فقرات اخرى غايه في الاهميه هنتكلم عليها بس بعد الفاصل. استنوا.